دكتور نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإفريقية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، مساء النور بحضرتك، أهلا أهلا وسهلا. بحضرتك. يعني حضرتك تشوفي بالذات في هذا اليوم المهم، يوم أفريقيا، وهذا اللقاء المهم أيضا، لأن جنوب أفريقيا دولة متقدمة، دولة نعم جميلة، دولة يعني استطاع الحقيقة نيلسون مانديلا الزعيم الرائع أنه يعني يعطي نموذج كيف يجب أن تكون الدولة الإفريقية، حفاظا على هويتها، تعاونا مع باقي الدول، انطلاقا نعم لقدام، انفتاحا على العالم كله ثقافيا وسياسيا بتشوفي حضرتك التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في هذا التوقيت ماذا يمكن أن يقدم؟ نعم هو فعلا التوقيت زي ما حضرتك ذكرت مهم جدا. احنا لو تلاحظ على مستوى الكلمات اللي تم ذكرها من قبل وزير الخارجية المصري ووزيرة الخارجية جنوب افريقيا تتحدث عن التعاون، يعني دايما التعاون المشترك، الحديث عن مواجهة التحديات اللي بتواجه السلم والأمن في القارة الإفريقية. ولا ننسى ان مصر ليها دور عالمي، هيكون يعني دور عالمي رئيسي في الوقت اللي هي هتستضيف في مصر قمه المناخ في نوفمبر المقبل ان شاء الله. فهنا الحديث ان مصر مش هتتكلم بصفه يعني بصفه منفرده، بالعكس هي هتتحدث بشكل رئيسي عن التحديات اللي بتواجه القاره عامه، في طبعا فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه اللي هي بتدفع ثمنها من اكثر ما بتدفعه الدول الصناعيه. اي رغم ان هي مش الحقيقه بتتسبب في حتى ولا 4% من بالظبط الانبعاثات يعني دي. نعم، فهنا هتيجي مسؤوليه مصر يعني كدور عالمي ان هي تقود القاره الافريقيه في الحديث عن التحديات اللي بتواجهها طبعا فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه. الحديث ايضا كان في قضايا مشتركه ثنائيه على المستوى الثنائي وعلى المستوى الاقليمي. لو جينا على المستوى الثنائي تم الحديث عن توسيع التعاون في مجالات كثيره جدا على فكره، منها مجال الدفاع، مجال الطاقه، تطوير البنيه التحتيه، عندنا في تبادل الخبرات، واحنا لا ننسى دور مصر في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع الدول الافريقيه الاخرى، ومنها كان مؤخرا مع دوله جنوب السودان ايضا مؤخرا. يعني هناك توقيع مذكره التفاهم الخاصه بالطاقه، الحديث عن انشاء مجلس الاعمال المصري الجنوب الافريقي، زياده التبادل التجاري، احنا عندنا تبادل تجاري مصر تامل ان هو يكون في زياده لان احنا وصلنا ل 139 مليون دولار مؤخرا في 2020. بتعمل عندنا يعني لو تبص حضرتك احنا عندنا 73 شركه براس مال برضو متقدم 470 مليون دولار، ولكن يعني هناك امل من قبل الدولتين ان يكون في تعاون اكثر بكثير من يعني الارقام اللي تم ذكرها. الميزان التجاري لصالح مين في ال 140 مليون دولار بيننا وبين جنوب افريقيا؟ مصر الصادرات المصريه منها 68.5 مليون دولار. يعني عندنا تقريبا في النص، يعني نعم وين زي وين ما سيتويشن. حضرتك طب تفضل. خليني اسال حضرتك عن ما جاء اليوم في المؤتمر من حديث الوزيرين عن التعاون في مكافحه الارهاب، الخبرات الجنوب افريقيه والخبرات المصريه ماذا يمكن ان تقدم لافريقيا بشكل عام كنموذج لهذا التعاون، لان الدولتين عانوا الحقيقه من الارهاب لمده طويله. فعلا كانت من ابرز القضايا المتعلقه بازاي نعزز السلم والامن في القاره وازاي يعني نكافح الارهاب وعمليات غسيل الاموال والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر وما الى ذلك. منها مثلا يعني ضروره تنفيذ مبادره اسكات البنادق، ازاي نحقق التطرف عن طريق برامج مصر الخاصه بمبرامج مكافحه الفكر المتطرف من خلال مؤسسات مصر الدينية العريقة. صحيح. فهنا بنتحدث عن إعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل على مستوى القارة. فيعني عن القوة الناعمة زي ما احنا بنقول، احنا بنستبعد تماما أي حلول عسكرية في يعني في 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 التعاون المصري الأفريقي، فهنا بنتحدث عن القوة الناعمة، إزاي بنقدر نعمم الخبرات المصرية مع الدول الشقيقة وخاصة في برامج اللي هي الخاصة بالمؤسسات المصرية الدينية. طيب نقطة أخرى خليني أسألك على حاجة تانية مهمة قوي يا دكتور بعد إذنك، وهي جملة دكتور ناليدي عن إنه لا يجب أن يملي علينا أحد ما يجب أن نفعله
من أجل قارتنا، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا. شوفي فعلا إمتى أفريقيا تستطيع بفكر رشيد كده أن هي تعمل فعلا مجتمعة لمصلحة شعوبها، وخصوصا هي حتى تحدثت عن لما 54 دولة إفريقية تجتمع معا، وأشارت كده ككتلة أنه تقدر تفعل الكثير في قضايا العالم في هذه الأونة الحرجة. نعم، هو دوت هيتحقق لما في برضو الجمل اللي تم ذكرها اليوم الخاصة بأهمية الإصلاحات اللي خاصة بهيكلة مؤسسات الأمم المتحدة. لازم يكون لنا مقعد في مجلس الأمن ده على الأقل. نعم، لأن هنا لما هنكون لنا مقعد، للأسف الصوت الأفريقي رغم أنه مؤثر وبتاع، يعني بتقدر أن بتعتمد عليه الدول الكبرى الأخرى والدول الإقليمية الأخرى، يعني في المناقشات الخاصة بقضاياها الداخلية، لكن احنا ما عندناش للأسف مقعد في مجلس الأمن. لازم هذه المؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة مجلس الأمن تكون أكثر شمولا، يكون فيها تمثيل ديمقراطي نقدر من خلاله ان احنا فعلا ناخد، يعني زي ما بنقول نكون صف واحد في اتخاذ القضايا الإقليمية اللي بتخص القارة جميعا. لازم يكون في مشاركة للدول النامية في صنع القرار العالمي. حضرتك مش شايفة أخيرا، معلش سؤال سريع كده، مش شايفة أنه المفروض في إعادة إصلاح أو هيكلة منظمات الأمم المتحدة أنه تتلغي فكرة بائسة وهي فكرة استخدام حق الفيتو ديت، وتبقى بأغلبية الأصوات؟ لأنه لو رأت مثلا 7 أو 8 دول بعد ما إن شاء الله نلاقي أفريقيا ممثلة بدولة أو 2 مقعد أو 2، نعم، يعني انه ده في مصلحة العالم، ما تجيش دولة تعطل القرار لمجرد ان هي مش موافقة، وبكده كل دولة بتحمي مصالحها وخلاص. انا اتفق مع حضرتك تماما، ولكن احنا بنتحدث عن دول كبرى هي المتحكمة للأسف في القرار العالمي. الاصلاح لازم فعلا، او يعني يكون الخطوة الاولى فيه ان احنا نكون لنا مقعد او 2، اما بعد كده نقدر نتحدث عن الغاء هذا الحق اللي احنا بنقول عليه الدكتاتوري، الحق الفيتو، واحنا شايفين ان ما فيش ولا قضيه يعني عربيه يعني او افريقيه قدرنا نحصل عليها في يعني زي ما بيقولوا قرار معتدل، لان دايما بيتم استخدام حق الفيتو. ولا ننسى مثلا قضيه سد النهضه وازاي كانت في اروقه المجلس الامن بيتم تداولها، وبتيجي دول يعني زي الصين وزي روسيا بتاخد حق الفيتو، حتى مش عايزه تتحدث عن قضيه المياه، مش يعني ما عشان في منهم عنده مصايب شبيهه. نعم، عندهم نفس المشاكل فهي بترفض تماما مناقشه هذه الامور باستخدام حق الفيتو. طيب أنا بشكر حضرتك جدا دكتور نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإفريقية، وأروح مع حضرتك.